السلام عليكم. عليكم. عليكم السلام. بعض الناس يعني. معك بخير يا شيخ. وانت طيب ازيك؟ ربنا يحفظك يا رب ويرعاك. يا رب واياكم. انا عندي سؤال سمحت لي حضرتك. تفضل. انا عندي مكنه بلف ورق شريطات بتاع الاكل وكده. طيب. بيجي مثلا الزبائن بتاخد مني مثلا كميات، بيجي مثلا عايزين مثلا منك عدد مثلا 60 متر تالي، 60 60 بس الكرتون فيها 60، هاخد منك كميه، وعايزين منك حاجه اسمها شعبي 60 ب 50 متر، بس باخد منك سعر ويرجعوا التجار التانيين بسعر نفس السعر قليل، مش ما بيجيبش عليه. بس اللي هو اللي يعني الشهر اللي بعد 60 كان 60 بياخدوا 50 بس نفس الكرتونه. لا الآن يا أخي أنت الكريم، اللفة لفة مكتوب عليها 60 متر وحقيقتها 50 متر، هم طالبين كده، أنتوا غششون. لا بس هو بيبيع بسعر قليل، بيبيع بسعر قليل بس بالفعل. ماليش دخل بالسعر القليل، أنا جئت إليك من أشتري لفة ورق سلوفان. انا لما بقول له دي في عندي واحده كامله ب 60 وفي عندي واحده كامله ناقصه ب 50 عشان ده ياخد هو ورق. بياخد الواحدة الناقصة اللي ب 50 ويبيعها لأنها كاملة، صح؟ انا لا بيبيعها بسعر 50، انا متفق مع الاستاذ اللي بيقول لي دي شعبي، وانا بطلعها له شعبي، يقول لي شعبي سعرها قليل على الثانيه. يكتب عليها شعبي، هذا شعبي طول اللفة على 50 متر وتخلص. تمام، يعني اكتب عليها شعبي 50 متر. اي نعم. طب انا وصلتها للتاجر مثلا، الصور هيبقى خدمه من بره الشعب ودي بالسعر الشعب قليل، هو بقى خدها، ولو حتى لو باعها بعد اسمع المبيعات. الكلام بس، حديث رسولك محمد عليه الصلاة والسلام، صلى الله عليه البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن نصح وبين بورك لهما في بيعهما، وإن كذب وكتم محقت بركة بيعهما. انا عندي في المصنع يا شيخ، انا باين والله ما بوديتش، بس انا بخاف ان التاجر مثلا ممكن يخوض، بس هو باين له قدامه كل حاجه. ما هو انت تبيع له بما يرضي الله ولا تزور ولا تزيف، هو المسؤول بعد ذلك. انا بخاف لو هم بره مثلا يا حبيبي انت مش حفيظ عليهم بقى، خلاص الله يسلمك. هم يشيلوا حرمانيه، شيلوا حرمانيه كده. اذا ساعدتهم عن عمد تأثم، اذا قالوا لك اعمل لنا. يا حبيبي اصبر علي ارجوك لله، انت وامثالك تعملون اللفه 50 متر وتعطيها لهم وهم يبيعها 60 متر، اذا كان هكذا فانت آثم. إذا عملت اللفة 50 متر وقلت هذا سلوفان شعبي وهو كذلك، خرجت من الإثم. بس كده انتهت المشكلة. أياك نعمل الآن كده يا جماعة، لأن أنا راح أشتري لفة سلوفان، أنا لن أقيس، لن أقيس، أنا أقول له بس اللفة دي كم متر يا عمي، يقول لي 50 متر، لن أفردها وأقيسها. فهم يصنعون لهم، غير الأخ يعني الله يحفظه، صنعون لهم لفة 50 متر واكتبوا عليها 60 متر، يكتبون عليها 60 متر، فأكلوهم في 10 أمتار، دخلوا في التطفيف. ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. الله يوفقها يا حسن، يوفق ابنتك كريم.